مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة الظفرة لهذا اليوم، حياكم الله. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة كارلوس ألفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس كارلوس ألفارادو كيسادا. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي افتتاح منتدى الإعلام العربي. وحضر الافتتاح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، وسعادة منى غانم المري رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، بالإضافة إلى حشد من القيادات الإعلامية العربية والأجنبية والمعنيين بالشأن الإعلامي في المنطقة. وجاء منتدى الإعلام العربي في دورته 17 تحت شعار تحولات إعلامية مؤثرة بتنظيم من نادي دبي للصحافة وبمشاركة أكثر من 3000 شخصية من القيادات والرموز الإعلامية العربية والعالمية. الزميلة رشا رمضان حضرت المنتدى ووفتنا بالتقرير التالي. انطلقت اليوم أعمال منتدى الإعلام العربي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي جاءت تحت شعار تحولات إعلامية مؤثرة، وذلك لتسليط الضوء على المتغيرات التي طرأت مؤخرا على المشهد الإعلامي العربي ومدى تأثير الإعلام في الملفات المهمة القائمة على الساحة العربية وكيف ساهم في توجيه دفة بعضها سواء بالسلب أو الإيجاب. الإعلام عملية متطورة باستمرار وتتكيف مع الواقع. الإعلام في دولة الإمارات الحمد لله حقق نجاحات واسعة جدا وكثيرة ومتعددة. لعل هذا المنتدى هو أحد أبرز ملامح هذا التغيير وهذا التطور الكبير. لا شك أن أي إعلامي سيكون سعيد بحضور مثل هذه التظاهرات، خاصة منتدى دبي للإعلام لما يتضمن من معالجات للهم الإعلامي العربي، سواء منه ما يتعلق بالمعالجات المهنية الإعلامية وما يتعلق بالتحولات السريعة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية والتي تجعل الإعلاميين العرب في تحدي حقيقي. وشارك الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية كمتحدث رئيس لهذه الدورة، حيث ناقش موضوعات معنية بقضايا الساعة وتداعيات التغيرات السياسية على المشهد الإعلامي. كما يشارك في المنتدى أكثر من 45 متحدث على مدار يومين ليلقوا الضوء على واقع المشهد الإعلامي ومستقبله. أصبحت النهاردة القضية الخاصة بالمصداقية ليست فقط شيء بيميز الميديا، بل شيء بيضع الميديا في قالب جديد، وهو أين توجد التفرد في، ليس في السبق ولكن في المصداقية نفسها. الإعلام العربي زيه زي أي مجال تاني، وزيه زي الرياضة، وزيه زي الاقتصاد، وزيه زي التعليم، وزيه زي الصحة. هو ملف وتحدي كبير جدا بيقابل المواطن العربي. والحقيقة في منتدى الإعلام العربي اللي أنا بحضره بقالي أكتر من 15 سنة الحقيقة، وسعيد جدا بوجودي في دورته 17، بلاقي فرصة ل العصف الذهني بين أبناء المهنة الواحدة على مستوى العالم العربي وطرح الموضوعات الجادة جدا والتحديات اللي بتقابل هذه المهنة.
يسعى المنتدى في دورة هذا العام إلى تكوين صورة واضحة لأهم التحولات التي نالت شكل ومضمون الإعلام للوصول إلى معالجة شاملة تعين على تقديم مضمون يتسم بالحياد والموضوعية. في ظل التطورات السريعة والراهنة التي يشهدها العالم العربي والأزمات التي تمر بها المنطقة، تقع على إعلامنا مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات ومواكبتها. لذلك يأتي منتدى الإعلام العربي ليصيغ هذه التحولات ويقبض على تأثيراتها. رشا رمضان لقناة الظفرة، منتدى الإعلام العربي، جبيل. كما واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على هامش منتدى الإعلام العربي في مدينة جميرة بدبي قبل ظهر اليوم معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وتمنياته لسموه دوام الصحة والعافية. وقد تبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الحديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبالوضع الإقليمي وسبل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب أسباب تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة. وعلى هامش منتدى الإعلام العربي في إمارة دبي أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة على دور الإعلام وأهميته. والله الحمد لله اليوم الله يسلمك احنا تعلمنا من قادتنا ان نكون صادقين في كلمتنا ونكون صريحين ونكون جادين في انفتاحنا على العالم، وأيضا صريحين وجادين في الدفاع عن دولنا، ولن نسمح لأي أحد أنه يحاول أن يسيء إلينا أو يضر بدولنا وشعوبنا، فلذلك تعلمنا هذا الشيء من قادتنا ونواصل عليه. كما وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن عبور المنطقة العربية إلى المستقبل المأمول لها من تقدم ورفعة وازدهار وتجاوز ما تشهده منذ سنوات من تحديات أمر يستدعي رسالة إعلامية متوازنة وقوية. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في الممشى الإعلامي الذي يضم الجانب الأكبر من فعاليات الدورة 17 لمنتدى الإعلام العربي، حيث التقى سموه نخبة من القيادات والشخصيات الإعلامية العربية البارزة والمشاركة في المنتدى، وحرص على مصافحتهم جميعا تقديرا من سموه لإسهاماتهم في مجال العمل الإعلامي العربي. نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد يوم غد الأربعاء الموافق الرابع من إبريل لعام 2018 عند تمام الساعة 9 صباحا في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة، ومن ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل، وتتقبل التعازي للرجال في قصر البديع بدءا من يوم غد ولمدة 3 أيام، كما وتتقبل التعازي للنساء في منزل المرحوم الشيخ محمد بن سلطان بن صقر القاسمي بمنطقة شرقان مقابل مسجد البراء بن عازب. كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء. وفي السياق ذاته ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي المستشار في مكتب سمو حاكم الشارقة والذي وافته المنية صباح اليوم. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين بصادق العزاء والمواساة إلى أهل وذوي الفقيد وعموم آل القواسم الكرام، وتقرر الحداد الرسمي في إمارة أم القيوين 3 أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء.
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان اليوم، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مجموعة من الأيتام التي تقوم مؤسسة حميد بن راشد الخيرية برعايتهم وكفالتهم. ترافقهم الشيخ عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام المؤسسة بمناسبة يوم اليتيم، والسلام على سموه بمناسبة عودته بالسلامة إلى أرض الوطن. واطلع صاحب السمو حاكم عجمان بعد الاستماع إلى قصائد قدمها الأيتام على خطة وبرامج ومبادرات المؤسسة من الشيخ عزة بنت عبد الله بمناسبة عام زايد وتنوع المشاريع الخيرية بقدوم شهر رمضان المبارك. أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حريصة تمام الحرص على كرامة المواطنين وسمعتهم، وتولي اهتماما كبيرا لتوفير الحياة الكريمة لهم وإسعادهم، كما تقف إلى جانبهم. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان اليوم، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان المواطن علي محمد المزروعي الذي اتصل على إذاعة راديو الرابعة في إمارة عجمان يوم أمس وعرض قضية الغلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق وأثره على مستوى معيشة المواطنين وحرصه على حب وطنه وأبناء الإمارات من خلال عرضه لقضاياهم والتخفيف عنهم وضرورة تدخل الحكومة والتصدي لظاهرة الأسعار. وقال سموه إن الجميع من مواطنين وغيرهم يحق لهم تقديم تظلم أو طرح قضية ما تهم حياتهم اليومية، ولا بد من الحوار الطيب والاستماع بصدر رحب لهمومهم واحتياجاتهم ليعيشوا حياة كريمة، وأن الكلمة الطيبة صدقة وتسعد الآخرين. بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة فوزه في الانتخابات المصرية يوم أمس. كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين برقية تهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية. كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية. كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية لولاية ثانية. وأعرب سموه في برقيته عن خالص تهانيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. استقبل الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان في طوكيو سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونقل سموه خلال اللقاء للأمير ناروهيتو تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لليابان وشعبها دوام التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين الجانبين وآليات دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. استقبل معالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان في طوكيو سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له. وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان في المجالات كافة. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي يوشيماسا هاياشي وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان
وسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في المجالات كافة. كرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بلهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وسعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان عائلة الراحل الدكتور كاتسوهيكو تاكاهاشي الذي عمل في إمارة أبو ظبي عام 67 900 و1000 كمهندس تخطيط لمدن أو تخطيط مدن أول في حكومة أبو ظبي. وجاء التكريم في إطار الاحتفاء بعام زايد وتزامنا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى اليابان. أعلنت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك خلال المؤتمر رفيع المستوى لإعلان التعهدات الموجهة للأزمة الإنسانية في اليمن والمنعقد اليوم في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تستمر في تقديم مساعداتها المباشرة للمناطق اليمنية المحررة والآمنة ودعم المشاريع التأهيلية، ومنها تخصيص مبلغ 100 مليون دولار أمريكي لمشاريع في مجال الصحة والطاقة في حضرموت، وجاري العمل على تأهيل وتطوير ميناء المخا. تبدأ شرطة أبو ظبي تفعيل الأنظمة الذكية على الطرق لرصد وتحرير المخالفات الذكية للمركبات المنتهية الترخيص والتي لم يتم تجديدها، وذلك اعتبارا من 15 من إبريل الجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق وإجراء الفحص الفني للمركبات وتأمينها وترخيصها من سلطة الترخيص بعد التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق. وقال العميد أحمد الشحي نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبو ظبي إن تحرير المخالفات باستخدام الأنظمة الذكية يسهم في توفير أعلى مستويات السلامة المرورية وتوفير الوقت وتقليل من الجهد على عناصر المرور وتعزز من مستويات الكفاءة والفعالية. ودعا الشحي أصحاب المركبات المنتهية الترخيص إلى الإسراع في ترخيصها قبل أن يتم رصدها ومخالفتها من خلال الأجهزة الذكية اعتبارا من 15 من إبريل الجاري وتطبيق المادة 25 من قانون السير والمرور بشأن قيادة مركبة منتهية الترخيص بالغرامة 500 درهم وأربعة نقاط مرورية وحجز المركبة لمدة 7 أيام. وفي الشأن اليمني وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية دمرت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية منصة إطلاق للصواريخ تابعة للميليشيات الحوثية الإيرانية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا في جبهة الساحل الغربي لليمن. وكانت تستخدمها الميليشيات لقصف الأحياء السكنية الرافضة للانقلاب والمستشفيات والمدارس، وذلك استمرارا لنهجها العدائي ضد أبناء الشعب اليمني الأعزل. أما الآن مشاهدينا نتابع الرصد اليومي لتعاملات الأسواق المالية الإماراتية في ختام تعاملاتها لهذا اليوم. وكالمعتاد مشاهدينا نطلع درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في دولة الإمارات ليوم غد بمشيئة الله تعالى. هذا كل ما لدينا حتى الساعة مشاهدينا، نشكركم على كرم الإصغاء وطيب المتابعة، ونشكركم لمتابعة بقية برامج قناة الظفرة لهذا اليوم، وفي أمان الله ورعايته.